القراءات القرآنية مع القارئ الشيخ عبد السلام النعيمي. سورة الأنعام، الآية 105، رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ ابن عامر ويعقوب. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ ورش عن نافع. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ خلف عن حمزة. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ خلاد عن حمزة. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.